ميرسي او ميرسي كتير. اصل انا غيرت الستايلس بتاعي ثانيه ادخله ولا اطلعه؟ احنا جالنا شكاوي كتير بصراحه ان احنا بنقول ساعات كلمات والفاظ غير لائقه، فانا كنت عايز اخد رايكم قبل ما نبتدي. في السكريبت ده كلمه هتتكرر كتير، فعايز اخد رايكم فيها قبل ما نبتدي. معلش بس عشان نعرف نقطعها ولا نيجي بتاع من الاول، انتوا جايين من اماكن بعيده يعني. حد بيضايق من كلمه كلوت؟ كلمه عادي من يعني حاجه من يعني احسن من حاجات تانية كتير دلوقتي بقى ليا اعلانات، ف ما عندكمش مشاكل؟ يلا على البركه. زي ما انتوا عارفين ان دلوقتي في مصر كتير من الناس بيقضوا وقت فراغهم في لعب الكوره، تحرش، مزنوقين في زحمه المرور، تحرش، او ان هم ينزلوا ميدان التحرير ويتم التحرش بيهم هناك. الاسبوع ده هو كان مليان مظاهرات، لغايه ما احنا بنصور دلوقتي في مظاهرات في البلد. عشان نفهم ايه اللي بيحصل تعالوا نبتدي من الجمعه اللي فاتت. القوى المدنيه نزلت ميدان التحرير والهتافات كانت مزلزله، صوتهم كان بيهز مصر كلها. يا اختي يا اختي كميل عين امه، يسكت يسكت حكم المرشد واللي يتشدد له. سكتي مرشد ولا لسه عايزه تسكتي مين كمان؟ بودي 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 يا اختي يا اختي. الحقيقه ان الروح الثوريه دي ما كانتش بس وليدة اللحظه ولا خوف من الدستور، لا، كان في احداث الحقيقه محزنه حصلت الاسبوع اللي فات، حوادث، ضرب، قتل، مصادمات، وده اثر على كل حاجه في البلد. لو الحاجات الفافي دي ما خوفتكمش، في عندنا ناس شديده، ناس تاكل الزلط. اللي مصمم الفنجان اسامه عبد الله بصراحه عايزه اقول لك هاند ميد، يعني قاعد اشتغل عليه بصراحه، يعني بقاله شهرين بيشتغل فيه هاند ميد، وعامله وعلى فكره عامله موف غامق مخصوص علشان الاحداث ما تبقاش حاجه مهرجانه. ما تبقاش حاجه مبهرجه، ما تبقاش حاجه اوفر، ما تبقاش حاجه فاقعه. هو من ناحيه فاقعه، انا الحقيقه اول ما شفت الفستان الموف الغامق الهاند ميد قلبي اتقبض، تحس كده بمأساه. المهم كانت مليونيه ناجحه، وكان في نجوم وسياسيين معروفين في الميدان، وكانوا بيحاولوا ان هم يوفروا كل الامكانيات للمليونيه ديت. ايوه يا سالي، ايوه يا حبيبي. اصل احنا بنجيب دلوقتي تولتات، عاوزين تولتات وحمامات و100 تغييره كلوت وفانيلا و100 بشكير وشباشب وكوتشي عشان الاقامه الكامله. بشاكير 100 كلوت للمليونية، يعني كل 10,000 اسمه ايه ده في الباس؟ يعني 100 لابسين والباقي على اللحم؟ بقى هي دي المشاركة المغالبة بتاعتنا؟ بس دي مشاركة تجيب تسلخات. يعني قبل كده كنا بنوزع كمامات، دلوقتي بقينا نوزع كلوتات. هذه الثورة تأتيكم برعاية جيل. احنا حذرناكم على فكرة. وعلشان كده المليونية الجاية حابين ان احنا نساهم بهتافات المتظاهرين: عيش حرية ملابس داخلية، يسقط يسقط لبس البوكسر، احنا الشعر بأستك واحمر، ياللي ساكت ساكت ليه ناسي سليبك ولا ايه؟ قول يا شعب كفاية سكات، احنا ثورة كلوتات. واخيرا عشان المهندس ممدوح حمزة
أول مطلب الجماهير كله تسليبه مع بشكير. المحامي بتاعنا موجود هنا؟ أنا قلت لهم والله العظيم. شكراً. وإسهاماً من البرنامج في المليونات القادمة، حبينا نقدم لكم خط جديد من الكولوتات الثورية. شادي تفضل. يا سادي شادي، يا سادي شادي. يا سادي شادي كلوت انسامبل، لابس نفس الغيار بقاله اسبوعين ومش متضايق. شعار الموديل ده قول ما تخافش، الجن ما بيسلقش. تتميز الكلوتات الثورية براحة متناهية، كما تتميز بتعدد استعمالاتها. قطن مصري عالي الجودة يمكن استخدامه ككمامة. مرن يمكن استخدامه كنبلة لحذف الطوبة. يمكن الكتابة عليه كلافتة للتعبير عن رأيك. عبر عن رأيك يا شادي. شكرا. يا سلام. نسيم الحرية يا جماعة، الغاز. وفي نهاية يوم التظاهر يمكن استخدامه كخيمة للاعتصام. اعتصمت يا شادي؟ شكرا شادي، ميرسي ميرسي. خلاص شادي، خلاص شادي ميرسي. الاعتصام خلص، اوكي ميرسي خلاص. شكرا شكرا شكرا. احنا بنحب نعلن ان احنا لفترة محدودة جدا الكولوتات دي متوفرة بالموف الغامق غير مبهرج، غير فائع ومش اوفر، هانجي ميد لاحداثك الحزينه وعيد الميلاد. المهم ان احنا اكتشفنا في المليونيه ديت حاجه مهمه كنا ناسينها يا جماعه. البلد ظهر يا رجاله، البلد ظهر. البلد طلع شخصيه حقيقيه مش مجرد افاتار على تويتر. لاول مره كنت ممكن تكلمه، تلمسه، تقول له ليه ما بتعمليش ريتويت؟ في الاخر كانت مليونيه لطيفه خالص، ما حصلش حاجه تعكرها، واليوم عدى بسلام، ما كانش فيه مضايقات، ما كانش فيه تحرش. فات الجرابيع اللي قاعدين في ميدان التحرير اللي بيغتصبوا البنات، السفله اللي بيغتصبوا البنات، وبقولها بملي فيه 30 بنت جردوهم من ملابسهم في ميدان التحرير، طبعا بنات واطيه. ايه ما رايح هناك عشان كده؟ هي دي اللي قاعده هناك دي ليها اهلي يلموها؟ هي راح عشان كده؟ بلاش اهلي يلموها، خلي بالك مين يا روح امك. واحده من الفنانات اللي اسمها لالا علوي حابه تعمل بطله وتنزل تقف وسطيهم ميدان التحرير، مرمطوها. كان فاضل لها تكه وتطلع من ميدان التحرير حامل. عشان تبقى فاهم يعني. عشان تبقى فاهم يعني، عشان تبقى يعني فاهم يعني بالظبط، عشان تبقى مركز معايا يعني في درس الصاله. عشان تبقى فاهم يعني. يعني بقول لك ايه؟ يعني اللي فاكر منكم ان دي كانت غزه ولا قاعده عوامه في امبابه عشان الفاظ زي ابراهامك ولا حاجه، لا ما يفهمنيش غلط عشان شظاه. ركز معايا كده، ها؟ ركز معايا. ده كان درس في جامع بعد الصلاه. ده للي ما يعرفوش منكم، ده الشيخ عبد الله بدر صاحب اكبر تشكيله افلام الهام شاهين في مصر. بعد ما سطع نجمه كناقد فني، الشيخ عبد الله بدر وجه جهوده كلها لنصرة الشريعة، لنصرة الدين. شو تسافل الجرابيع لا ملة ولا دين ولا أي حاجة، تبقى خلاص هزلت على رأي ولاد البلد، يبقى القوالب نامت وال مش ده ما حصلوش انصاص، ها؟ والوسخات قامت، لكن اللي هيرمش لنا هنخرم له عينه. أروح أمك أعلى ما أحكي لك ركابه. خلي بالي من مين يا سافل يا جربان يا جرز انت، واخد بالك؟ ولما لقوا الرد كده خلاص عرفوا مش يكلموا تاني، خدوا على دماغ ابوهم. مش هخلي يا اخويا، ما بخليش يا حبيبي انا بقى. انا مع الله. انت كده مع الله؟ امال اللي مع الشيطان يبقى عم يعمل ايه؟ بيقولوا احنا اللي مع الشيطان؟ وماله؟
خلاص بقى، بدل ما احنا اللي مع الشيطان هما اللي مع الله، يبقى ملهاش لازمه الجمله اللي احنا فرحانين بيها ويسكت يسكت حكم المرشد والكوليتات والكلام ده، كل ده ولا يسوى، لان تاني يوم دي كانت اعداد الناس اللي نزلت. انا اعتقد تقديري الشخصي 3-4 مليون، الحد الادنى 2 مليون، واخواننا بيقولوا 5 مليون، يعني اذا جينا خدنا بالمتوسط يبقى 3.5 مليون على الاقل. ما تقوليش احنا الشعب المصري، والنهارده معانا 5 مليون ما بنقولش احنا الشعب المصري. اذا كان الاستاذ خالد ما كسبش ال 5 مليون ونص بتوع امبارح، لكن يقول ما يفوق 6 مليون. 6 مليون 6 مليون، مين قال 7 مليون؟ 7 مليون 7 مليون 7 مليون 7 مليون، مين قال؟ مين قال؟ مين معايا؟ مين معايا؟ مين معايا؟ مين معايا؟ 7.5 اللي ورا، 7.5 7.5 استاذ اللي ورا، 7.5 7.5 مين معايا يزود؟ 8 مليون 8 مليون 8 مليون، مسي مسي اكسلانس، مسي 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 9 مليون، مين قال 9.5 9.5؟ 10 مليون 10 مليون. ممكن ان يصل الى اخر النهار الى 10 مليون. هل يعني الرقم كان مجازي في التعبير، ولا يعني ممكن ياخد قد ايه، يعني يحتوي قد ايه يعني المساحه دي؟ يعني لا تزيد عن 40 الى 50 الف. هو قصده 50,000 في المتر مربع، هو ما وضحش، بس طبعا 5 مليون يعني تقريبا 100,000 اتوبيس في المتر المربع نفسه، وكلهم لقوا مكان يركنوا. سبحان الله سبحان الله، بركه. قبل المليونيات يا جماعه كانت في مسيرات في كل مصر، الناس كانت في الشبابيك، كان ما بين مؤيد المسيره وبتعملي يا حاجه بتكبري بتلمي عليهم يا حاجه بتلمي وتجري يلا، وكانت في ناس معترض على المسيره، بتعمل ايه يا طنط؟ بتعمل ايه يا طنط؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا طنط؟ ليه كده يا طنط اشكيناز؟ ليه؟ الاخوان عملوا لك ايه سوفاج؟ ايه بتعمل اشراط كده في البلكونه؟ عيب. انزلي واضربين بالروسيه بس مش كده. في الاخر المليونيه اللي كانت عند جامعه القاهره كانت رساله واضحه للكل، ان الناس دي كلها مع قرارات الرئيس، مع الاعلان الدستوري، مع تحسين قراراته، ومع الاستقرار، مطالب واضحه ومحدده. ونؤيد تطبيق الشريعه الاسلاميه. سبب النزول ان احنا ان شاء الله عايزين نطبق شرع الله عز وجل. هو الكلام ده موجود في الاعلان الدستوري؟ هو ميرسي ميرسي خالص ميرسي. انت سايب الحلقه من اولها وكلوتات وضحكت على دي؟ مستوى تاني خالص قانون. انا مش فاهم اي حد يقول شريعه ننزل، حتى لو ما اتكلمناش على شريعه اساسا، واضح ان الشعب المصري بعد سنه ونص لسه في نفس المرحله بالظبط. عشان اوضح لكم اسمحوا لي افكركم بوقت ما كانتش فيه الشريعه مطروحه اصلا، ومع ذلك 19/3 كلاكيت اول مره. وقالت الصناديق للدين نعم، وهتفضل تقول نعم حتى لو كنا بنستفتي على بلوزه. ايه هي البلوزه؟ مش مشكله، لبسها في الشريعه والناس هتقول نعم. عايز الاعلان الدستوري والدستور يعدوا من غير ما الناس ما تقرا ولا تفهمه؟ مش مشكله، لبسه في الشريعه والناس هتقول ميرسي. قلتوا نعم؟ هتروحوا النار، قولوا نعم. بمناسبه البلوزه، اللي عايز يعرف معنى البلوزه ممكن تقرا الدستور. بس انا برضو مش فاهم هي الناس ليه متضايقه من حشد الاسلاميين؟ انا شخصيا ما كنتش متضايق، بالعكس، لان انا في الحشد ده عرفت اخبار سعيده، من غير المليونيه دي ما كنتش هسمع عنها ابدا. في خبر بيقول ان بشار الاسد مات دلوقتي، والخبر الثاني بشار مات، الناس فرحت، الناس سجدت، بشار مات، كل ده الخبر الاول. طب ايه هو الخبر الثاني؟ الحقني بيه. المعلومه الثانيه بتقول ان هو هرب بره سوريا. يلا ادينا خدنا بركه السجود.
مات وهرب الاثنين زي شفيق قتل واتقتل. ما شاء الله. مش قلت لكم مليونير فيها البركه؟ مش دي بس الاخبار المبهره اللي سمعناها، كان في فيديوهات مرعبه عن انتصار حاسم. خبر عاجل، خبر عاجل. بشار صحي تاني؟ لا 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 سوري معلش، واضح ان انا فهمت غلط. معلش، هو في خبر مهم جدا، اتفضل. يا جماعه اعلان الفنون استسلم، اعلان الفنون استسلم. الله اكبر، اعلام الفلول استسلم. انا اعلام فلول انا كمان ليه؟ انا طب اذا كان كده انا كمان مستسلم، احنا جماعه كلنا كلوتات. ما دام كده كده استسلمنا، يبقى نستمتع بالمليونه دي بقى مع بعض، لان الحقيقه الحشد ده كان مليان مجموعه من نجوم الدعوه. نرحب بالشيخ خالد عبد الله، عرقان وغرقان لكنه معنا فرحان. وليه تبقى عرقان وغرقان وفي كلوت الثوره؟ انا عايز اقول حاجه بس، ده قطن فاخر جدا على فكره، ولو مش مصدق اسال شادي. لا لا خلاص، هما مصدقينك. شادي 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 شادي. لا خلاص خلاص اوكي مسي. انا معلش انا اسف. حزين شادي. سيبكم بقى من الاعلانات وشغل النجوم ده، في خبر مصر كلها كانت مستنياه يدل دلاله واضحه على أن فجر الإسلام بدأ تباشيره. قادم قادم يا إسلام، قادم قادم يا إسلام، قادم قادم يا إسلام، قادم قادم يا إسلام. قادم قادم، طب هو كان راح فين يعني؟ طب أخيرا الحمد لله الإسلام قادم يا جماعة، الحمد لله، الحمد لله على السلامة. والله ما كنت أعرف، عشان كده احنا عايزين نحتفل بالمناسبه دي وبدخول الاسلام مصر. الحقيقه انا دورت على اصنام ما لقيتهاش، مفيش اصنام في مصر للاسف، وكل اللي لقيناه عرايس باربي. فعشان كده انا عايز اوزع عليكم شويه عرايس باربي هنا، ممكن نكسرها مع بعض. اتفضل حضرتك، ممكن تكسر شله يدي. اه انها سليمه. في كمان الجزمه بتاعتها لو انت عايز، عايزها بقى. انا شاكك فيك، خد انت عندك عادي. المهم اسلام قادم يا جماعه. طب يعني الصلاه اللي انا كنت صليتها قبل كده ما تحسبش؟ هنبتدي من الاول تاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله، نصفر العداد من الاول. عشان كده الهتافات ما كانتش عشان الدستور، ما كانتش عشان الدستور، كانت عشان الشريعه، عشان ربنا. هذه الملايين جاءت من اجل من؟ جئنا من اجل من؟ جئنا من اجل من؟ احنا النهارده نازلين نأيد سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي. جئنا من اجل من؟ تأييد الزعيم والقائد الرئيس مرسي طبعا. جئنا من اجل من؟ ميدان الدكتور محمد مرسي معاه حتى الموت. جئنا من اجل من؟ جئنا من اجل من؟ طب ممكن تحدد، طيب انتوا جئتوا من اجل مين بالظبط؟ يعني لو انتوا جئتوا من اجل ربنا فهو الحقيقه مش محتاج للعدد ده كله ولا لشغل الاتوبيسات والحشد ده. اما بالنسبه للرئيس، مش ده منتخب برضه؟ عادي يعني، يعني الراجل زيه زينا، مفيش فرق. ولا تنسى انه رئيس له شرعيه، له شرعيه، شرعيه قرانيه وشرعيه نبويه ثم شرعيه شعبيه. بناقص الشرعيه الشعبيه، معاك شريعه قرانيه، شرعية قرآنية ومعاك شرعية نبوية، محتاج الشرعية الشعبية ليه؟ ما يولع الشعب. ولو انتم مستغربين من موضوع شرعيته القرآنية والنبوية ده، في اللي أتقل من كده، في حاجات تانية عن الرئيس مرسي انتم ما تعرفوهاش. إن محمد مرسي رجل من عهد الصحابة، من عهد الصحابة، والله والله الذي لا إله إلا هو، محمد مرسي حقيقي.
في ايده عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز واختطف من عهد الصحابه واختطف هو كان في امن دوله ايام الصحابه احتمال انتوا عارفين التشبيهات دي مش المفروض تضايقكم لان في الاخر الكلام عن الصحابه والشريعه ونصر دينك مش المفروض تنسيك المؤامره اللي بتتعمل على دينك في التحرير زي بالظبط ما كانوا بيتامروا على مصر من زمان. رؤساء الفتن اللي بيدوا الفلوس للناس بيدوهم فلوس واكل كنتاكي بتاع في ميدان التحرير و50 جنيه للي بيدخل شفت ده من كنتاكي وبنات وشباب ومخدرات الخيام اللي هناك ما هي الا اوكار دعاره وعلاقات جنسيه كامله وهؤلاء الموجودون هناك ما هم الا يعني سفله القوم في بطاطين بتخش وفي وجبات بتيجي زادت اعداد الخيام زادت اعداد البطاطين الجديده التي دخلت الميدان استعدادا لمبيت الليله بطاطين مش كنا خلصنا من الموضوع لا في تغيرات واضحه في السنه ونص فعلا الفرق الوحيد بس الحمد لله زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان في حاجه واحده بس مش ممكن تتكرر تاني لازم تتكلم تحترم الرمز بتاعك عشان خاطر عشان خاطر الدول اللي حوالينا لو لقيتك الحمد لله اي حاجه ممكن نستحملها الا اننا نقول على الرئيس اب ده كان ايام مبارك بس ما هو مش ممكن يعني صحابه وشريعه وانا بتاع ربنا يعني مش هيبقى ابونا كمان عيب ده بقى راجل رئيسنا ابونا نحترم جسمك رئيس الدوله يا اخي ده في منزله والدك يا اخي والدي تاني يعني الرئيس محمد مرسي ابويا يعني انا حفيد عمر بن الخطاب انا كمان الحمد لله يا ما انت كريم يا رب انا مش كافر الحمد لله على كده بقى مش المفروض ان واحد زي الحمد لله ما طلعش كافر ولا بيعبد اصنام ان هو يخاف من الحشود دي لان في ناس تانية المفروض ان هي اللي تخاف من الجموع المؤمنة ديت زمان واحنا صغيرين كنا بنخش سينما انا هاخد دقيقة واحدة بس سريعا كده بنخش سينما في افلام اسمها فرانكشتين كنا بنقول عليها فرانكشتين فرانكشتين والاخ فرانكشتين ده معانا في جمعة الشريعة برضه ولا ده جاي من التحرير ولو جاي من التحرير هنجيب له كلوت على مقاسه ازاي انا عايز افهم معلش ماله بقى الاخ فرانكشتين بقى كان مصاص الدماء ده لما مصاص الدماء ده حضرتك لما كان يطلع كان يطلعوا له الصليب في وشه ويخوفوه على انه حاجه دينيه طبعا يخوفوه يروح ايه يخاف يختفي خالص مصاص الدماء ده فالنهارده حضرتك والموجودين على يمينك بنفس الوضع اول ما تجيبي سيره الاسلام اللي هو في الصليب تروحوا مرعوبين صليب واسلام وفرانكشتين طلع مصاص دماء وفلول امانت بالله ده الفلول طلعت لمت يا جدعان ايه ده وعشان كده فرانكشتين اسف قصدي العلمانيين دول خايفين من الاسلام من الشريعه من صحوه الاسلاميين انتوا عارفين العلمانيين وصلوا لدرجه من الرعب قد ايه الجماعه السياسيين يقول لك سقطت ورقه التوت فاحنا عاوزين نقول لهم يعني ارتدوا سراوي لكم او بدل ما ترتدوا سراوي لكم ليه ترتدوا ليه بتعتمدوا على ورقه التوت لا 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 ما دخلوش يعني خلاص هم عرفوا غلطتهم بدل سراويلهم هيزدوا عندنا كلوتات الصواب عشان كده انا بقول لكل العلمانيين ان هم يستسلموا بقى للناس دي مش بالغصب خالص انتوا سمعتوا الناس دي بتتكلم ازاي سمعتوهم بيدعوا بالموعظه الحسنه ازاي ما سمعتوش الحنيه واللطف في كلامهم
ماذا رأيتم الإسلاميين حتى تكرهوهم؟ وكونوا دعاة للحق والخير والهدى. شوية عيال أبو بربور وأبو ريالة وقاعدين يتكلموا في القنوات، ده مش عارف المتحدث باسم جبهة أم يني، وده المتحدث باسم جبهة أم ترتر، وده المتحدث باسم جبهة دلعني يا زغلول. بالحكمة البالغة والكلمة الرقيقة الرقراقة، واحنا بس صابرين عليكم وعمالين نقول مش عايزين نولعها ومش عايزين نحرقها ومش عايزين نعملها، لكن والله الذي لا اله الا هو نسحلكم بالاحزاب. والخلق العذب الجميل، ولن نسمح للوساخات ان تبقى بيننا. اضرب يا مرسي واحنا معاك. خرجوا لنصرة دين الله، ودين الله لا ينتصر الا باوامر واخلاق وتعليمات دين الله. يديهم على دماغهم وهندوس عليهم بالجلة. خلي بالك مين يا روح أمك. لو أن العلمانيون يريدون جزعة والله العظيم لو بصقنا عليهم لنحرقهم. أيوة لو خالد عبد الله بصق عليك تف عليك هيحرقك. شفت الموعظة الحسنة؟ شفت الكلمة الدقيقة الرقراقة الأخلاق الحميدة؟ أنا مش عارف ليه بنقاوم. المفروض يا جماعة المرة الجاية بدل ما نعمل مظاهرات الحقيقة ننضم ليهم. ليه نخانقهم؟ على فكرة الموضوع مش مرعب خالص، حشودهم لطيفة جدا. شكلكم بتحب تتذنبوا كتير، قوموا ارفع ايدك. أما تكونش قلب كده قوموا ارفع ايدك. أحسن من أي حفلة في الساحل. الحفلة دي جامدة حشد، زودوها بقى، جامدة دبابة، جامدة بتاع، جامدة حشد. يلا أنا آسف الحقيقة إحنا زودناها شوية صح؟ أنا آسف. المفروض الحقيقة نوري لكم الجو الحقيقي اللي كان هناك فعلا من غير مزيكا أو أي مؤثرات مننا. يا تهاني قولي للزين، عاوزين نسمع أبلة تهاني. الآنسة لا، الأستاذة طهاني، عاوزين نسمعها خلاص. والأخ تنيتر. حلا 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 حوش، حلا 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 حوش، الحرمية ما يهربوش، الحرمية ما يهربوش. آه يا نخبة يا كبة يا فاضية، آه يا نخبة يا كبة يا فاضية، مرسي اداكوا الضربة القاضية، مرسي اداكوا الضربة القاضية. يلي أخلت النائب العام طهر طهر الإعلام، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا مروقنا، ربنا يسعد أيامك يا شيخ خالد، يا واد يا مفلفشنا. بصوا يا جماعة، أنا عارف إن إحنا خايفين من المستقبل، من الاستقطاب والعداوة اللي طلعت بين الناس بالطريقة الفظيعة دي، بس أنا مش عايزكم تقلقوا، لسه في أمل. احتراب يذهب إلى حالة حرب دائما. هذه الحرب هي حرب أهلية بالبلدي خالص، نحن بصدد للدخول في حرب أهلية، مش عايزين نخوف الناس. لا دي حاجة بتخوفش خالص، حرب أهلية. طب ده احنا هنطحن، ده احنا ملناش وزن، ده احنا كفره، دول هيدوسونا بالجسم ويتفوا علينا ويحرقونا. احنا ملناش وزن في، بتضحكوا على ايه؟ احنا ملناش وزن في الشارع، احنا قد كده. انتوا شفتوا مظاهراتهم عامله ازاي؟ شفتوا هم عاملين ازاي؟ شفتوا حداتهم عامل ازاي؟ شوف مالين الشوارع ازاي؟ ايه ده كل دول؟ يا لهوي الرعب ده؟ ايه ده كل ده خرابي؟ ده احنا؟ المظاهرات دي بتاعتنا احنا؟ طب احلف. ده احنا طلعنا جامدين قوي. ايوه بقى.
عشان تبقى واخد بالك يعني، معلش يعني ها، عشان تبقى مركز معايا عشان شظاحك. قلت لكم احنا جدعان قوي. ها ايه المعتصمين اللي في التحرير ضربوا؟ ازاي الداخلية تعمل كده؟ الاخوان هما اللي ضربوا؟ طب طب مفيش داخلية اساسا؟ طب بما ان مفيش داخلية والاخوان هما اللي ماسكين الموضوع، انا عندي طلب من الاخوان. بنت خالتي عندها كيا سيارته اتسرقت، يا ريت ترجعوها بدل ما مفيش داخلية. ايه بيضربوا حريم بس؟ اه طب ماشي ما علينا. بصوا يا جماعة، بما ان البرنامج ده بيتصور الاربع وبيطلع الجمعة، فاحنا مش ضامنين كام حشد هيحصل ساعتها والضحايا اللي هتقع. بس انا عايز اقول حاجه في الاخر، مش احنا اللي قلبناها احنا وهم، مش احنا اللي قلبنا خصام سياسي لجنة ونار، لان في ناس تانية قلبتها مسلمين وكفار، اسلام وجاهلية. والله اعلم بالاخلاق دي مين فينا الجاهلية. وعايز اقول، عايز اقول للي فاكر انه عايش في البلد لوحده فوق، للي فاكر ان الموضوع بالعدد فوق، للي فاكر ان مصر هيرجع يمسكها جماعه واحده فوق، للي فاكر ان مصر عيله صغيره محتاجه ارشاد فوق، فوق عشان كان غيرك اشطر فوق. اهلا بكم مرة اخرى في برنامج البرنامج. يوم الخميس اللي فات الرئيس عمل خطاب للامة كلها، ورغم ان الرئيس مقل جدا في خطاباته الا ان الخطاب ده كان مختلف عن اي واحد قبله. وهذا الدستور زي ما انا قلت جزء من فولكلور سياسي، يعني سيذهب الى مزبلة التاريخ. يا جماعة مش ده الرئيس، ده البوب، ده البوب يا جدعان. هو حزب الدستور بعت ميليشياته، ده البوب، ده اللي بيطلع منه كلام يخض زي نفق مظلم مزبلة تاريخ دستور، حاجة مكلكعة كده. ركزوا، هو ده الرئيس، هو ده الرئيس، الرئيس محمد مرسي رئيس مصر. المهم ان انا رئيس للكل. انا تامر حنفي احيي حضراتكم. انا شهيرة امين. انا سعد الدالي. انت مين؟ وانا باسم يوسف. اهلا بكم في برنامج البرنامج. مرسي مرسي مرسي، شكرا. مرسي، احنا بس بنتعرف على بعض في الاول. ميرسي خالص. النهارده هنتكلم عن خطاب الرئيس الاخير. ايه عمل بعده خطاب تاني؟ هو لحق؟ الله اعلم هيعمل كام واحد لغايه الحاله دي تتذاع. ما علينا، اهم حاجه في الحوار ده ان هو كان فيه اعداد، كان فيه شغل، واضح ان هم اخدوا وقت في التحضير. بلغوك امتى بالحوار؟ بلغوني بالحوار الساعه 2 الا ثلث الظهر. بايه؟ 2 الا ثلث الظهر. 2 الا ثلث الظهر. يعني قبل الحوار بقد ايه؟ قبل الحوار يعني كان من المفترض ان انا اكون في الرئاسه الساعه 2:30. تحضير مين يابا؟ حلاوتها في حموتها. مصر ما بقتش زي زمان، كل حاجه بسرعه، دستور يتسلق ويعدي، حوار يتسلق وما تفهمش منه حاجه، زي الدستور بالظبط، حد فاهم منه حاجه؟ مش مهم، المهم نصوت عليه. بالظبط. ما علينا، الرئيس في الحوار ده هو جاوب على سؤال مهم جدا. دكتور مرسي، لماذا الإعلان الدستوري ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا يعني أريد أن أحييكم وأحيي من خلالكم الشعب المصري كله، ثم أريد قبل أن نتحدث في هذا الإعلان الدستوري أن نعود إلى الوراء بعض الشيء. الرجال والنساء نفس يتحسن ويبقى كبير، نقسم مع بعض رزق ربنا لينا، نقسمه مع بعض. وشعب كبير 90 مليون وأرض ومية وتاريخ وجغرافيا عندنا شواطئ. اسمح لي بالمقاطعة هنا لو تفضلت.
لماذا هذه التقدمة إذا أردت الإجابة على سؤال؟ كل ده ما جاوبش على السؤال؟ كل ده ما جاوبش؟ دي ناس ماتت وعمارات وقعت وفيضانات دخلت علينا وحرب خلصت وما جاوبش على السؤال؟ لا ده المسيح هو اللي مش مركز. الرئيس جاوب، الرئيس جاوب وقال مش عارف بصراحة قال إيه. يمكن الرئيس يرد على السؤال ده أحسن مني. اسمح لي بالمقاطعة هنا لو تفضلت. لماذا هذه التقدمة إذا أردت الإجابة على سؤال؟ أنا أريد أن أركز الموضوع في اتجاه إن إحنا عندنا مناخ يفرحنا، عندنا حالة تبسطنا، وصلنا إلى مرحلة من تقدم حننهض بعده لإنتاج. كفاية نهضة أبوس إيدك، كفاية نهضة، كفاية نهضة، كفاية، كفاية نهضة. والله العظيم حسيت بيها من الحلقة الأولية، حسيت بيها. في ده يا سؤال عجبتك دي بقى؟ في واحد هناك أنا قلقان منه. في ده يا سؤال احمدوا ربنا. كفاية إن أنتوا اتنين مذيعين وقاعدين تتكلموا مع الرئيس، أنتوا عارفين الرئيس ده مين اللي بيقعد معاه؟ لا يحق لأي أحد أن يختلف معه إلا من على شاكلته، من في مستواه. ايوه على نفس مستواه، يعني قدامك دوت 13 ليفل تغلب الوحش وبعدين بعد كده تقعد مع الرئيس. احمد ربنا انتوا بتكلموا الرئيس، احمد ربنا انتوا طلعتوا من هناك على رجليكوا ما ترميتوش الاسود، وبعدين تطولوا الحوار اساسا كان مليان اخطاء مهنيه، انتوا ما سمعتوش الشعب قال عليكم ايه؟ كل بيشتكي من المحاورين اللي كانوا بيحاوروا الرئيس بالامس. ده قله ادب وسفاله يا راجل. لا دي غير، دي غير وايه زنينه واحده متبرجه كانوا يقعد عمرها متبرجه ليه يا شيخ محمود؟ هتقولي راجل وبعدين جابوا لك راجل؟ جابوني راجل. الله الله هتقولوا راجل يا جدعان. ما تجيبوا له راجل يا جدع، انا لو فاضي اروح له والله العظيم بس مشغول. انا بس الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي انا عايز اسال سؤال واحد بس، هي العربيه اللي كانت معديه تحت دي قدامهم دي بولينيزي؟ هي قنوات دينيه بس مليانه شقاوه برضه. ما علينا، نرجع لخطاب الرئيس. ممكن تبقى شيلي حاجة هنا يا خليفة؟ بالنسبة بقى للمذيعين، ليه بان إن في سوء تفاهم بينهم وبين الرئيس؟ أنا مذيعة نشرة إنجليزي وبقالي أكتر من 30 سنة بشتغل بالإنجليزي وما درستش في مصر، عشت 30 سنة برا مصر، فالعربي بالنسبة لي لغة تانية. يعني بعتين له ست ومتبرج وبتتكلم إنجليش لانجوج؟ مدام شهيرة ما تقلقيش، حتى الناس اللي العربي بتاعهم لغة أولى ما فهموش آياته حاجة. أما بالنسبة للغة الإنجليزي فأنا كمان ثقافتي إنجليزي، واحب اسال الرئيس السؤال ده بالانجليزي برضو. Good evening Mr. President. I am from مصر الجديدة. Mr. President. هواي عملت دستور يلبسنا في الحيطة. هواي. Why you do this? هواي. هواي. بصرف النظر عن مشاكل الثقافة واللغة، كان في نوع من الإحباط إن طول الحوار الناس ما كانتش لاقية إجابة. هاتني في الحوار لوحدي وأنا أعدك إن الحوار ده لن يخرج إلا بإجابة. وبعدين جابوا لك راجل؟ جابوني راجل. يعني شهيرة أمين ولا كأنها في الحوار، انتوا قافلين عليها ليه؟ معلش مدام بعيدنا عن الكلام ده كله، نجاوب على السؤال اللي سألته مدام شهيرة من الأول، ليه الرئيس عمل الإعلان الدستوري وحصن نفسه ضد القضاء؟
القضاة يقولوا رأيهم في قضية سياسية، أقول لهم أنا أريد أن أرفع عنكم هذا الحرج. لا، ليس لكم علاقة بالموضوعات السياسية. أنا بحافظ على القضاء، على القضاة، على كل هيئتهم، بحترم أحكامهم، عايزهم ما يبقوش مجال للجدل أو طرف في خصومة. هو مش بيحصن نفسه، هو بيحافظ على القضاء. ليه أنت قد يتخشي في السياسة؟ Why? Why you do this? Why? عشان كده آلاف من الناس سمعت كلامه وراحوا عند المحكمة الدستورية من نفسهم عشان يحوطوا المحكمة ويأمنوها ويمنعوا القضاء ان هم يخشوا المحكمة. حماية ليهم. ليه انت قاضي عايزة تخشي المحكمة؟ Why? Why? Why you do that? ها؟ اوعى تفتكروا ان اللي حصل ده نوع من الارهاب او التهديد او البلطجه باسم الدين ولا توجيه من مكتب الارشاد او ضغط على مؤسسات الدوله او الاعتداء على هيبه الدوله او محاوله لتحويل القضاء او المحاوله على التاسيع على القضاء دول ولا اي حاجه من الكلام ده. انتوا فاهمين غلط اساسا. أو الابتزاز أو التخويف أو البلطجة أو إن أنت عايز إن أنت تمشي بلد في مسار عشان الجماعة بتاعتك بتقولك كده أو الناس زقينك. لا 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 خالص 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 نفر. الكلام ده مش حقيقي أبدا. طبعا الكلام ده أنا مش قصده خالص. وزي ما قال الرئيس شعب مصر كويس، المصريين ما يعملوش كده. المصريين ما يعملوش كده. المصريين احنا بنحب بلدنا قوي. شوف انا عايز اقول لك الحاجة، اتفضل. احنا هننجح في مرور من عنق الزجاجة القصير ده. واحنا حاضنين بعض كلنا. هو حضرتك عايش معانا هنا في نفس البلد يعني؟ طب بمناسبة الحب والحضن والكلام ده، في ناس الحقيقة ما صدقتش في الحلقة اللي فاتت ان بنتي بتنام على الوسادة الرئاسية. وعلشان كده انا عايز اثبت لكم الكلام ده هوت، وعايز اوريكم صور تثبت حبها للرئيس وحنانه وحضنه. دي نادية اول ما شافت الرئيس. دي نادية وهي حضن الرئيس. جميلة ها؟ دي غديني غدي غدي غالص. لا لا لسه في اكتر. دي وهي سعيدة بخطاب الرئيس. اما اللي جاية دي بقى بعد ما فهمت خطاب الرئيس. يا اختي عليك بتجنن. هي الوحيدة اللي فهمت في البيت. على فكرة نادية اصلا ما بتعرفش توقف، لسه صغيرة على كده، بس اول ما شافت الرئيس قامت وقفت. نهضة دي ولا مش نهضة؟ نهضة دي ولا مش نهضة؟ بس مش بنتي بس اللي كانت حاسة بالحب، سيادة الرئيس كانت واضحة. احترم، حب، احضن، محتوين، حضنين الناس. لا 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 مش قصدي حضن بالشكل ده، لا انا قصدي اختلف بس ما تجرحش، ما تخربش، ما تعطلش. وزي ما قال الرئيس شعب مصر كويس. المسألة مش سهلة، لكن عشان كده انا ما بزعلش من اللي عارض، لانه من حقه انه عارض وقول رأيه، واللي بأيد يأيد وقول رأيه. ما بنعتديش على مؤسسات الدولة، ما بنقفش نستغل أي هيصة علشان نعمل تصرف غلط، احنا بنحافظ على بلدنا. أيوة، عيب تعتدي على مؤسسات الدولة، عيب تعطل مصالح الناس، عيب تحاصر المصالح الحكومية، عيب تحاصر المحكمة الدستورية. لا سوري أنا آسف، دي بالذات مش قصدي. ده ما كانش تعطيل مصالح، ده كان لمصلحتهم. أنت عايزة تخشي محكمة ليه؟ أنت قاضي واي؟ الموضوع مش مستحمل يا جماعة. الحقيقة مصر في أزمة، مصر محتاجة تعبر المرحلة اللي هي فيها. مصر في وقت صعب، عندنا مشاكل كتير، عندنا فقر، عندنا بطالة، عندنا شعب كبير 90 مليون وأرض ومية وتاريخ وجغرافيا لو الأسعار رخيصة قوي قوي قوي. المستهدف تحقق برغيف العيش حوالي 80%، والرغيف كبير. بنوفر حوالي 107%
من المطلوب في مجال كل انواع الوقود والمواصلات فاضيه وعندنا تجار وعندنا حرفيين وعندنا عمال وعندنا نقابات وعندنا اساتذه والشقق كتيره الذي تحقق في موضوع النظافه حوالي 40% الحمد لله الحمد لله شكلنا احنا اللي مش عايشين في مصر مالكم غلط في مصر في برنامج البرنامج رجعنا في الفقره الاخيره احنا معانا النهارده ضيف مميز للي بيقروا منكم وانا اشك هيكونوا عارفينه معانا كاتب اتعرف من زمان جدا على ان هو كاتب سياسي وساخر يعني من الكار بينافسني من زمان وانا بحاول اقلده معانا الكاتب عمر طاهر عشان الكدرات بس اوكي ازيك يا عمر الحمد لله اخبارك ايه انا في الاول عايز احييك طبعا شكرا ميرسي انت عمال تعلي السقف تعلي السقف لحد ما هيطربق علينا ان شاء الله غالبا بالطريقه دي ازيك انا دلوقتي انا بلغني ان انت كنت في المظاهره بتاعت او المسيره للاتحاديه امبارح تمام انا عايز كنت عايز اروح النهارده بس انت منعتني بصراحه انا عارف بس ليه عمر ليه بننزل مظاهرات مش خلاص في دلوقتي رئيس وفي دلوقتي شرعيه ومفروض ان احنا نسكت وكده هو المفروض ده نظريا كلام حلو يعني المفروض ان احنا نسكت وفي شرعيه وفي كل حاجه بس اذا كانت الشرعيه مش شرعيه بالمعنى اللي احنا يعني اللي احنا بنفكر فيه يعني يوم ما كانت الثوره قامت كان في طموح مش شبه الطموح اللي بيحصل دلوقتي مشكلتنا مع النظام ومع الجماعه اللي ورا النظام مش في الوطنيه ومش في الشفافيه لا مشكلتنا في الطموح ان جماعه الاخوان المسلمين والكادر بتاع الرئيس والمنطقه اللي حواليه دي طموحها يعني اقل من الطالب المتوسط فبناء عليه الطالب المتوسط ده دايما خايف دايما يعني مقلق دايما حاسس بالغدر يعني انت عايز تقول لي ان مشكلتنا في مصر مشكله طموح مشكله تعليم تعليم انا تهت منك من الاول معلش احنا دلوقتي عندنا رئيس بيقول ان هو منتخب واحنا معترفين بيه كرئيس جمهوريه وكل حاجه لكن الناس اللي راحت هناك واقتحمت الحواجز اللي حوالين اصل الاتحاديه في ناس قالت ان ده اعتداء على الشرعيه ده اعتداء على شرعيه الرئيس مش المفروض ان ده يحصل انت كنت من الناس ديت وفي ناس بتقول ان اللي هناك بلطجيه تمام انت كنت من البلطجيه دول انا من البلطجيه وبقيت فلول مؤخرا كمان ده الجديد ده اللقب الجديد اللي على فكره انا كمان بقيت فلول على فكره كتير مين هنا بقى فلول مؤخرا مش لوحدنا يا عمر اهو دي ميزه من مزايا الثوره انك انت ما بتركزش في مكان يعني بتتغير كل شويه طيب. ثوري فلول طب بلطجي بس انا لغايه دلوقتي ما فهمتش ايه مشكلتنا مع الرئيس اوكي مشكلتنا مع الرئيس انه اولا كان في شكل من اشكال التوافق المفروض يحصل وما حصلش في التزامات وتعهدات تورط فيها ناس كتير اللي هم الناس الاصحاب مزارع الليمون وما حصلتش مشكله انه ودي مشكله تخص مصر انه دايما الرئيس يعني مشكله مصر الفتره الاخيره ان الرئيس دايما بيجي بجماعته يعني عبد الناصر كانت جماعته ضباط الاحرار حسني مبارك كانت جماعته الداخليه دكتور مرسي جماعته كانت الاخوان انا على فكره الموضوع انا ناوي على فكره ارشح نفسي قريب وانا عامل حركه اسمها باسمون ودي الجماعه بتاعتي انا بقى شخصيا قررت بعد كل رئيس وجماعته ان انا مش هتخلي غير رئيس السنجل بعد كده سنجل مش عايز رئيس بجماعته سنجل اللي هو لوحده ولا مش مرتبط سنجل لوحده مش مرتبط باي حد مش مرتبط ازاي ممكن توضح اكتر مش مرتبط انا كده ابتديت اشوف يعني فيه. مش عايز راجل انا عايز اعرف ايه مشكلتك الانسانيه يا استاذ عمر بص يا سيدي صل على النبي عليه الصلاه والسلام حد من المسلمين دلوقتي انا ايه كان عندي بيت وقع ماشي فاشتريت بيت جديد حلو تمام وجيت اشطبه فسالت يا جماعه اشطب البيت ازاي فقالوا لي في اتنين مقاولين في السوق في مقاول مواعيده مش مظبوطه التزاماته فيها نص نص بس راجل يعني مقاول بيعرف ربنا ومسلم يعني وفي مقاول تاني شاطر وبتاع وعمل المطار قلت له انا مش عايز مقاول عمل المطار انا عايز ايه مقاول يلحقني عشان انا بغرق مش عايز اطير فعايز مقاول على قد قالوا خلاص خليك في المقاول اللي هو بتاع
ربنا بيلتزم نص نص ده بس هي تعرف تمشي الحال. جبت اتفقت معاه وخد عربون وادين العقد وكل حاجة كله تمام. غبت خمس ايام رجعت لقيته اولا مبدئيا ريسبشن انا حامله لون تاني. فاتخانقت معاه قلت له اللون ده مش احنا اتفقنا عليه. فقال لي انا اللون ده عملته باغلبيه الصناعيه، انا خدت صوت اصوات الصناعيه. يعني هو الصناعيه صوتوا ان اللون ده هو هو ده اللي هيمشي. خلاص هم هم ما فيش اي نوع من الاسقاطات في الحوار ده، اتفضل يا فندم. قال لي انا عملت اللون ده باغلبيه الصناعيه. قلت له بس انا عايز لون فاتح، انت مضايقها عليا ليه؟ انا عايز لون فاتح بيدي براح وبيخلينا كده الحياه مشرقه ونتبسط يعني. قال لي احنا ما مش هينفع كده. فقفشت رحت قاعد له قدام البيت، راح لمم الصناعيه في الريسبشن وقعد يخطب فيهم. سابني قدام البيت ما بعبرنيش يعني. اتجننت بقى، قعدت اكلم كل الناس يعني اشكل كل الناس يعني. بتاع الكرانيش سالته قلت له ينفع كده؟ قال لي مش عاجبك روح كندا. روح كندا لو مش عاجبك. بتاع الصحي سالته يعني عن المواسير متركبه غلط وتدينا في داهيه، قال لي لو حسيت باي قلق قول ومقاوله وهتلاقي الحاجات كلها ظبطت يعني. مش ثانيه واحده، ده بتاع الصرف ده اللي هو بتاع صرف صحي اسلامي صح؟ ما كانش وقتها باين، كان صحي عادي يعني. تمام. حتى في واحد كده برضو راجل كده واقول رحت له قلت له يا مولانا انا رحت اكلم الصناعيه جري ورايا بالشلاليت، قال عشان انت مش شلاليت الانجاز فمش والله. بس دي قصه لطيفه جدا. اه صدق ده في صنايعي انا كنت بحبه ورحت قلت له يرضيك اللي بيحصل كده؟ قال لي انا سعيد انك سالتني السؤال ده. انا اعتقد قلت له انا عايز العربون بتاعي. تمام. خلاص بس قبل كده انت كان انت نسيت اتنين صنايعيه. واحد باين كان مناخيره كان فيها حاجه. ايوه. واحد اتقفش على السكه غالبا ده ما كملش معاك. دول كانوا جايين. بالظبط. اتفضل يا فندم. دول بتوع ورق الحائط. هم بالظبط. فقلت لهم انا عايز العربون بتاعي. ما مش هينفع كده، عايز العربون بتاعي. فصناعيه زعلوا ازاي وعربون ايه وبتاع، وعملوا قدام البيت حاجه اسمها ايه جمعه حمايه العربون، ان خلاص العربون مش هيرجع. انا متشوق للقصه دي فعلا. ها تمام. قلت لهم انا ماضي عقد. قالوا لي انت ماضي عقد، احترم العقد. قلت لهم احترموه انتوا. انا قبل وانا بمضي العقد مش خدت منكم ضمانات. اي نعم خدتها شفويه بس ما التزمتوش بيها وانا معترض على ده. قالوا لي الاعتراض مظهر صحي. تمام. وراحوا سايبيني وماشي. يعني هم 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 مبسوطين ان انت معترض. قالوا لي مظهر صحي. قالوا لي مظهر صحي. افضل اعترض. ارفع قضيه. تمام. رحت رافع قضيه. حدد لها جلسه الخميس. طبقوا ثلاث واربع وخميس قفلوا البيت. بس المشكله ان هم قفلوه على مزاجهم. عملوا البيت كله شبابيك. يعني ممكن اي حد يخش في اي وقت يعمل اي حاجه. شكرا يا عمر طاهر ونشوفكم الحلقه الجايه.